نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم. مرحبا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. انقطاع مفاجئ لمياه الشرب بسبب عطب في قناة التزويد. وزارة الصحة تقرر التخفيض في سعر تحليل التقصي عن فيروس كورونا. إدارة الرئيس الأمريكي تدرس إصدار قرار يطالب شركات التبغ بخفض نسبة النيكوتين في جميع السجائر المباعة. أهلا بكم في التفاصيل. بتشجيعا من الجامعة الألمانية لوكالات الأصفر وبشراكة مع جامعة وكالات الأصفر والسياحة للوسط والساحل، تمحور اللقاء الذي عقد عن بعد حول الانطلاق في الاشتغال على السياحة البديلة في مدينة القيروان والمسالك السياحية على غرار المسلك السياحي جبل وسلات، والذي يعتبر من بين أهم الأماكن التي سيقع الاشتغال عليها، حيث سيتم تثمين هذا المسلك. أكثر تفاصيل مع السيد فوزي بوكيلا وكيل أصفر. إن شاء الله قاعدين نخدم على شهر باش نطوروا هالسياحة هذه ونكونوا معناتها عنا أكلي رؤية تجارية معناتها بالنسبة للمستقبل، ونقراوا التغيرات الكبيرة اللي باش تصير. فما تغيرات كبيرة برشا باش تصير في العالم، في السياحة، في الواحد، على النقل الجوي، على خاطر توا الدول الكبيرة كريت معناتها انهارين. فما اجتماع كبير بين الدول العظمى معناتها باش يقراوا حسابهم في التغيرات البيئية اللي أثرت برشا معناتها على البيئة وعلى صحتنا وعلى الدنيا كل. فما برشا تغيرات إن شاء الله احنا نكونوا سباقين فيها، معناتها ما نقعدوش مؤخرين، خاطر المشكل الكبير احنا في تونس اللي نقولوه هي القوانين اللي قاعدة مكبلة البلاد ومكبلة الاقتصاد. توا مثلا في قروان نخدم على جبل وسلات، معناتها نخلقوا فيه كلك ميزون دوت أو نسطروا فيه معناتها دي سيركوي. المشكل هو يلزم أعطاه الصبغة، يلزم توا في أقرب وقت جبل وسلات مثال يعطيوه الصبغة اللي هو مسلك سياحي باش نبدا نخدم عليه، خاطر ما نجمش تتحرك في القانون التونسي معطينا كوكيل اسفار، ما نجمش نعمل معطاك لرحله سياحيه الا ما يحط عليها الفيزا المندوب تاع السياحه، والمندوب ما يعطيكش فيزا على بلاصه ماشي محطوطه سياحيه. هذا المشكل نجريو عليه. معناتها برشا قوانين اخرى في الميزون دوت مازالت مفرقه بين الفلاحه وبين السنايا، ماذا بينا يعملوا كونسنتراسيون تاع القوانين في وزاره واحده، مادام وزاره السياحه هي اللي لاهيه بالموضوع اللي يعطيوها السلطه، يكون تنسيق معناتها بينها وبين الوزارات الاخرين معناتها تنحى التعطيلات. خاطر جي تعمل مشروع تحب لك سنوات وانت بين الوزارات وكل واحد، يلزم تسهيل. المغرب فاتتنا برشا في الحاجات هذه اللي كانت هي قبل تتعلم علينا في السياحه. الشرط نتاع المغرب من 2005 تقريبا عملوها، شوف احنا وين. أكد مدير المستشفى الجهوي ابن الجزار بالقيروان أن سير عمل المستشفى قد سجل بعض الاضطرابات بعد الانقطاع في التزويد بالماء، وسيتواصل العمل بشكل عادي، حيث سيتم ملء الخزانات بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية بالقيروان. مزيد التفاصيل مع مدير المستشفى السيد محمد علي الحميدي. احتياطي في مستوى الوحدة الجراحية بالأغالب، قمنا بصيام المدة هذه القريبة والحمد لله، يأمن معناها سير النشاط الاستعجالي للأقسام الجراحية والقسم الجراحي بالأغالب المدة معناها النهارين هذوما اللي مشير فيهم الانقطاع. بينيا لي بالنسبة لأهم حاجة بالنسبة للمستشفى الجزار، الوحدة نتاع تصفية الدم، بالتعاون مع السيد المدير الجهوي للحماية المدنية ربي يبارك له فهمتني ولا، باش يأمن لنا التعب نتاع الخزانات الاحتياطية. على غالب الانقطاع جاء فجأة يعني، وحتى المخزون الاحتياطي وقع استهلاك كل يوم معناها في الحصه هذه نتاع التصفيه، باش تقوم معناها الشاحنه نتاع الحمايه المدنيه معناها بمساندتنا في تعبئه الخزان الاضافي نتاع الحمايه المدنيه، لجانب توفر معناها مخزونات من الماء الصافي معناها في المخازن نتاع المستشفى باش نمدوا بها معناها الاطباء والمرضى، باش معناها من نغطيو معناها الانقطاع الفجئي هذا اللي صار، العتب الفجئي هذا اللي صار، ان شاء الله معناها يداركوه لخيان في السونات في اقرب وقت. شهدت عديد العمادات بكل من معتمديات القيروان الشمالية والجنوبية وحفوز وشبيكة انقطاعا كليا لمياه الشرب، حيث تفاجأ المواطنون بهذه المناطق صباح اليوم بانقطاع مياه الحنفيات، ولم يتسنى لكثير منهم تخزين حاجياتهم من الماء بسبب تأخر أعلام إقليم الصناد للمواطنين، في حين تمكن آخرون من تعبئة كميات من الماء، وحسب مصدر من أقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالقيروان، فإن سبب هذا الانقطاع يعود إلى عطب بقناة تزويد رئيسية على مستوى معتمدية الشبكة. تبعا لقرار تعليق الدروس الحضورية وتأمين التواصل البيداغوجي عن بعد،
تذكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنه بإمكان الطلبة الولوج إلى منصات التعليم عن بعد التابعة للمؤسسات الجامعية العمومية مجانا. من جهة ثانية، نشرت وزارة التعليم العالي قائمة في المطاعم الجامعية المفتوحة خلال شهر رمضان بدواوين الخدمات الجامعية، وقد تقرر في القيروان تخصيص كل من مطعم الحي الجامعي ابن الجزار ومطعم الحي الجامعي صبرا برقادة لتوفير وجبات للطلبة. تفاعلا مع ديناميكية تسعيرة تشخيص كوفيد 19 في الأسواق العالمية والمحلية، تعلم وزارة الصحة أنه تقرر التخفيض في سعر تحليل التقصي عن فيروس كورونا من 209 دينارا إلى 170 دينارا شاملا الضريبة، وتدعو الوزارة الموردين والبيولوجيين إلى تطبيق هذا القرار ابتداء من نشر هذا البلاغ. تنطلق مساء السبت 12 من رمضان مسامرات الأليكسو الرمضانية الثقافية والفكرية، وتهدف هذه المسامرات إلى المساهمة في إنعاش ليالي رمضان من خلال تنظيم لقاءات ثقافية عن بعد مع مجموعة من المثقفين والفنانين والأدباء مقسمة على 3 مواعيد طيلة الشهر. وستنطلق هذه المسامرات مساء السبت. المسامرة تجمع الموسيقار العربي الفنان نصير شمة مع الفنانة التشكيلية التونسي نجا المهداوي. دوليا، تؤكد مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إصدار قرار يطالب شركات التبغ بخفض نسبة النيكوتين في جميع السجائر المباعة في الولايات المتحدة إلى مستويات تجعلها غير مسببة للأدمان، ويتزامن ذلك مع اقتراب موعد القرار النهائي بشأن حظر السجائر المنثول الأمريكية. وتقوم سياسة الحد من النيكوتين وهي قيد الدراسة حاليا على خفض المادة الكيميائية في السجائر إلى مستويات لا تسبب الإدمان أو تسبب الحد الأدنى منه، بهدف مساعدة ملايين المدخنين على الإقلاع عن التدخين أو استعمال بدائل أقل ضررا مثل علكة النيكوتين أو السجائر الإلكترونية. نهاية نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز العناوين. انقطاع مفاجئ لمياه الشرب بسبب عطب في قناة التزويد. وزارة الصحة تقرر التخفيض في سعر تحليل التقصي عن فيروس كورونا. إدارة الرئيس الأمريكي تدرس إصدار قرار يطالب شركة التبغ بخفض نسبة النيكوتين في جميع السجائر المباعة. كان معكم حسن النبتي، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة FM.